بطمة تعلن التحدي وترفض الهزيمة بمقطع فيديو بعد الكشف عن حملها. أعلنت دنيا بطمة التحدي من خلال مقطع فيديو نشرته مؤخرا عبر حسابها على الإنستغرام، بيّنت من خلاله بوضوح أنها ترفض الهزيمة ومحاولات النيل منها بعد تورطها في قضية حساب حمزة مومبيبي المتهم بفضح وابتزاز المشاهير في المغرب. وكتبت دنيا بطمة تعليقا على مقطع الفيديو الذي كانت تغني من خلاله أغنية مالي الخاصة بالنجمة وردة الجزائرية، حيث قالت: جمالي جمال من زمان وصوتي ما كان ولا راح يكون له منافس من زمان حتى الآن، كل عيد الحب وأنتم الحب. واعتبر البعض أن منشور النجمة الممنوعة من مغادرة المغرب حتى انتهاء التحقيقات في القضية يعتبر ردا على بعض التقارير الصحفية التي هاجمتها وقالت إن سمعتها قد تأثرت بتورطها في القضية وأنها ستتحول لمطربة أفراح فقط وستختفي مكانتها الفنية بعد النطق بالحكم. وكانت عمة دنيا بطمة قد أعلنت خبر حمل ابنة شقيقتها مؤكدة أنها تخشى عليها من الإجهاض بسبب التوتر النفسي الذي تعيشه، خاصة مع انتقادات جمعيات حقوقية مغربية لها. شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.